السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. قبل اي كلام، جمعه مباركه لحضراتكم. كالعاده عارفين كل يوم جمعه مع حضراتكم مسابقه من كل الانواع وكل اعمار حبايبنا المشاهدين. يوم النهارده مميز جدا، يمكن بتكلم عليه بقالنا حوالي اسبوع. هو من افضل ايام المسابقه اللي عدى على مدار السنين مع حضراتكم. هو النهارده يوم مع اخواتنا واصدقائنا، مش هقول ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي القدرات الخاصه. وطبعا بيشرفني النهارده ان هم موجودين معايا. عندي استاذه وفاء منوراني، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. منوره الدنيا يا حبيبتي. وعندي كمان استاذه امينه منوراني، اخبارك ايه؟ منوره الدنيا. طيب، وكمان برحب كمان بضيفتي المترجمه فيروز محمد. بشكرك طبعا انت موجوده معانا على الشاشه عشان خاطر الترجمه لبعض اخواتنا اللي يحبوا طبعا اكيد يعرفوا هم بيعملوا ايه في الطبخ. دايما كنت طول الاسبوع اللي فات كله بقول على موضوع الطبخ، مش بالمقادير ومش بالكتاب ومش بالانترنت ومش بالشيفات. الطبخ عامه هو بالحاسه، بالمزاج، بالسنس. هو الفكر ان انت ممكن تحط اي نوع من انواع الاكل على مزاجك وعلى يعني حاستك بمعنى الكلمه. هو ده اللي بتكلم عليه النهارده كمان من وفاء وامينه. هما الاثنين هيطبخوا زينا وزي احسن مننا كمان، وانا واثق النهارده هاكل اكل اللي ما اكلتوش في حياتي. الفكره زي ما قلنا الطبخ سهل جدا، بس تركيبه الطبخ هي اللي صعبه جدا حتى لو كان مين اللي بيعملها. النهارده يشرفني يكون ضيوفي واخواتي. هتعملوا لنا ايه النهارده؟ هنعمل فراخ بالبطاطس ورز بالشعريه. فراخ بطاطس ايه تاني؟ ورز بالشعريه. تمام، ماشي الكلام. انا باكل صدور، ها؟ ايه، ما تضحكش عليا. لا موجوده. انا بقول لك اهو، ماشي. طيب امينه برضه نفس الصنف، فراخ بالبطاطس. حلو. ورز بالشعريه. يعني فراخ بالبطاطس ورز بالشعريه. توقعاتي ايه الكلام؟ مين اللي كسبان ومين اللي خسران؟ مدام دي حبتي يبقى انا عرفت عايز تقول ايه. ماشي الكلام. طيب وكمان عندي في اخر فقره صديقتي اللي قالت لي قبل كده، لو انتوا حضراتكم متذكرين، انا عايز اكل من ايدك ولكن محضر لها طبق على اختيارها. بس ده في اخر ان شاء الله الحلقه مع حضراتكم. حلقتنا النهارده هتكون مليانه بالمفاجآت بضيوفي، وهم دول اللي على راسنا النهارده. ونتمنى كل واحد بيشوف النهارده يتعلم ويسمع ويشوف ويعرف اخبار الدنيا ايه. الطبخ ما هواش بس تقطيع وتسويه وموضوع كده يكون عادي، لا، الطبخ فيه اسرار كتير. هنشوف الكلام ده كله بعد فاصل. اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه ومع اصدقاء البرنامج. الفريق الازرق استاذه وفاء منوره الدنيا مره تانية، والفريق الاصفر استاذه امينه منوره الدنيا. وارحب كمان بصديقتنا المترجمه استاذه فيروز محمد. وزي ما اتفقنا في اخر فاصل عندنا هيكون معانا كمان صديقه البرنامج نورهان، هتكون هي اللي معمول لها طبق مخصوص عشان خاطر هي مشرفانا ومنورانا. طيب خلينا نخش نشوف اخبار الطبخ ايه. ما تطبخيش قبل ما اجي لك، انا شايفك هتعملي ايه، هتقطعي وتنجزي بسرعه والتاني لسه ما لمستش حاجه. ما انا ما بحبش الخم. واحده واحده عليا. هتعملي ايه بقى تاني عشان نفكر المشاهدين؟ هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس. تمام، جميل قوي. وهتعمليها كويس ولا اول مره تعمليها وتجربيها فيا؟ لا مش اول مره اكيد بامانه. لا لا والله خالص. هتجربي فيا؟ لا لا. طب خلاص انا مصدقك، يلا توكل على الله. جاهزه؟ أول مرة تعمليها ولا هتجربي فيا؟ لا 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 بأمانة. مش أول مرة. لا لا مش أول مرة. إيه؟ مش أول مرة. لا بأمانة. لا والله. طب يلا على مهلك، واحدة واحدة. طيب ناس كتير مفكرة إن اللي بيطبخ ده لازم يكون محترف، وناس كتير مفكرة إن اللي بيطبخ ده لازم يكون عارف السكينة فيها إيه وبيجرب التقطيعات وشايف النار وبيلعب مع مع الحلل ومع الطاسات. الموضوع ملوش علاقه خالص بفكره اللي شايف ايه او مش شايف ايه. الفكره انت حاسس ايه، انت تقدر تعمل ايه، انت من جواك عايز تعمل ايه. خدوا بالكم كمان، انا النهارده اخواتي واصدقائي لسه ما شاء الله عرايس، يعني لسه في بدايه العمر. في ناس كتير جدا عندها اولاد ومجوزاهم وعندهم كمان احفاد وبيطبخوا لهم كويس جدا في البيت، وهم اللي بيعملوا الاكل بايديهم، وكمان ربوا اولادهم وكمان علموهم تعليم احلى مننا كتير جدا او احسن مني انا شخصيا. انا كمان يعني في ناس بتطلعها دكتور واللي بتطلعها محاسب، اكيد الموضوع مش سهل. فكره القدرات الخاصه انا بقول عليها كده دايما، دي فعلا ربنا سبحانه وتعالى بينعمنا بيها وبينعم كل واحد فينا، بيديله حقه 24 قراءه. فكرة بقى أكون أنا ما بشوفش دي كويس، ما بسمعش دي كويس، ما بعملش دي كويس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم بيدي كل واحد فينا قدرات غير متوقعة، وهو ده اللي بتكلم عليه النهاردة مع وفاء. قولي لي بقى. أيوة. تعملي إيه؟ أنا بعصر ليمون.
حلو، فين؟ على طول في على ايدي عشان لو في بذره. على ايديكي عشان لو في بذره في الخلاط. طيب دي انت هتعملي تتبيله بيها؟ تتبيله الفراخ اللي هحشي بيها الفراخ اللي هي عشان صينيه البطاطس. طب قولي لي بقى، انا بصي انا هسال معاك كام سؤال كده. اتفضل. يمكن انا عارفهم وانت حبيبتي طبعا اكيد واختي، بس في ناس من المشاهدين عايزين يعرفوا برضو. انت في البيت بتطبخي ازاي؟ زي الناس. بتعملي ايه؟ قولي لي. عادي خالص. يعني برص حاجتي الاول واحضر ادواتي. جميل. واهم حاجه ما حدش يحرك لي حاجه من مكانها. حلو. وارتب اموري واعرف هبتدي ازاي. أيوه. اعمل خطه العمل بتاعتي يعني. حلو. اعدادي. جميل. الاعداد اهم حاجه. الاعداد. لو عايز تحط سنه خل او سنه هو مية. كان ممكن سنه ميه عشان تمشي الخلاط اسرع يعني. الله يا رب العظيم. حاضر. لسه كنت هقول لك انت ايه اللي بيحصل في الخلاط. لا ان هو ما بيلفش عشان انا عايز ميه. انت حسيت ان هو بيلفش؟ وده ده حسيت ان هو كان محتاج تقيل شويه. انا حطيت سنه الميه ما تقلقيش. يلا ثانيه واحده اقفل لك الغطا. اضربي كده بقى على طول. يلا هيختلف الصوت اتغير. اللهم صل على سيدنا محمد. خلصت الواحده عشان الصوت تمام. كده اتعملت. اللهم اقدر عليك ما شاء الله. كده بقى خلاص يعني ان شاء الله كده خلاص. كده خلاص فعلا. كلامك صح كده. انت انا همشي وراك حاجه حاجه. طب عايشه فيه. انت دورتي على البوله الفاضيه جبتيها؟ عشان خاطر انزل فيها الخليط بتاعي ان شاء الله. كده انزل كده بالراحه. تمام. وبس ايه كبسه شويه فعايز صحه. كبسه شويه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. ربنا يتعالى. وانزلها كده بالراحه ان شاء الله هتنزل بالسلامه. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله فعلا 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 الله ينور عليكي. لا في حاجه تانية. ايه بقى؟ ان انا هجيب خلي بالك معايا. ايوه في هنا. انا اساعدك في حاجه. اي شيء. انا مخبيه دي كده عشان انزل بيها. عشان تنزلي بيها اللي في الخلاط. الله اكبر عليكي. الله اكبر عليكي. ما شاء الله. وما فيش مشكله ان انا اتاكد بايدي يعني. ايوه تحسي برضه دي حاجه كامله زي ما احنا بنعمل بايدينا. ما يجراش يعني اي لو حاجه. لو مفيش خشب او فيش عصايه ننزل بيها او اي معلقه. وممكن اريح نفسي كمان وانحي الخلاط جانبا عشان يروق لي الدنيا. ايوه شيء خالص. حلو. انحي الخلاط جانبا. ايه ده؟ الدرس ايه؟ انا اداب انجلش. اداب انجلش. بسم الله ما شاء الله. ده انا هتكلم معاك على التعليم بقى لسه شويه بس. انا معلم اول الف. معلم اول الف. انت مدرسه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بتكتبي وبتقري وبتعرفي الناس كل حاجه وبتعلميني. خلينيش اقول لك وبنور يعني مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر عليكي يا رب دايما كده يا رب منوره الدنيا كلها. عايزه تشيل الخلاط اشيله انا واساعدك فيه؟ مفيش مشكله حضرتك. طيب حالا انا هشيل. خليكي زي ما انت. وانا حالا هشيل الخلاط من جنب حضرتك عشان اوسع لك الامور خالص. وحتى كمان هفصله من الفيشه اللي تحت رجليكي تقريبا يعني. مش هنحتاجه تاني. انا هشيل الفيشه. خليكي زي ما انت كده. تمام. ايوه بس كده. الله ينور عليكي. عشان خاطر نشيله خالص من هنا بحيث ان احنا نبقى ماشيين واحده واحده. انا جاي لك يا اللي في بالي. شايفك. اعمل انا الخطه بتاعتي. انت عامله ايه بقى دلوقتي؟ انت عملت التتبيله خلاص. حلو الكلام. وما شاء الله عليك حطيت كل حاجه في الخلاط وضربتيه كويس. اقول انا حطيت ايه عشان انا ما قلتش. انا هقول. حاضر. انت حطيت طماطم. انت كنت قايل قبل الهوا. حطيت طماطم وحطيت بصلايه وحطيت ثوم وفلفل حار وحطيت كمان ليمون وبهارات. صح كده؟ وكان ممكن احط تكه سنه جنزبيل. جنزبيل ليه؟ جنزبيل انا عرفت ان هو مفيد وزي الثوم بيدي ريحه قويه. حلو قوي. دلوقتي انا شايفك بتعملي حاجه انا شخصيا ما بعملهاش. انت بتحشي الفراخ المتقطعه. بتحشي الوراك من تحت الجلد. وكمان فتحت بالسكينه كده. فتحت بالسكينه عشان تستوي اسرع يعني. اعمل فتحه تستوي اسرع. الله اكبر عليك. الله اكبر كده. حلو قوي. خلي دي على جنب. ايوه دي خلصت خلاص. بس الورك غير الصدر خلي بالك. حلو قوي. وانت بتحبي تحشي كويس قوي. دي حاجه للتتبيل. هي المفروض يعني لو يا سلام لو كنت عملتها من ساعتين وسبتها. الله. طبعا اكيد تعلى التست بتاعها اكتر. وكنت جهزت اي حاجه تانية يعني. الله الله. فكل ما تقعد اصلا في كل ما تزود التتبيله اعلى. وده اللي انا بقعد اقوله في البرنامج لو انت بتسمعيني. وبتسوي. انا بقعد اقول كده زي ما نسيبوها ساعتين ثلاثه عشان تشرب وتتبل وتستوي. دي هتقعد مع البطاطس تستوي فممكن تبقى ابطا شويه فالتتبيله هتخليها تستوي بسرعه. طريه شويه كمان. ما تبقاش ناشفه قوي. حلوه قوي. نرجع بقى لموضوعنا. تمام. انت في البيت بتعملي اكل. وبتاكلي كل الحبايب اللي بيجوا لك. وعلى ما سمعنا من حبايبنا اللي يعرفوكي طبعا. قال لك طباخه ماهره وبنت كرم وجدعه وحتى الاطفال حبايبها وكل الناس اللي كل اللي بتحبها. وكمان بتفيد الناس. تقدري تقولي لي انت طبعا يعني معلمه دي اصل حاجه مش قليله. لا يعني الحمد لله اني معلمه. قيمه ما شاء الله عليكي على راسنا طبعا معلمه. انت بتعلمي اجيال.
الحاجه ما ينفعش تستهتر يعني بالكلام عادي كده، مش نقول استاذه وعدت، لا ده تعلمي اجيال ما شاء الله عليكي، حقك تاخديه مننا، لازم نتكلم عنك بكل وضوح انك انت توصلي لمرحله انك تكوني استاذه، وان شاء الله ربنا يكرمك تبقى في يوم من الايام معيده وتبقى اكبر الناس يا رب، وتشرفينا دايما كده باسم مصر كلها في كل حته في العالم. دي حاجه قدره عظيمه مش عند بعض الناس او مش عند كل الناس. خليني اسالك سؤال، اهلك اخبارهم ايه معاكي وانت اخبارك ايه معاهم؟ والدتي الله يرحمها، الله يرحمها، كانت مدياني ثقه جامده بنفسي، وكانت دايما تقول لي انا مش هعيش لك، اتعلمي كويس. ايوه، ويعني في امهات كتيره بيتعبوني دلوقتي اولياء امور، يا سيبي بنتك تدخل المطبخ، لا خايفه عليها، لا عشان خاطر ربنا خليها تتعلم لنفسها حاجه. ايوه، لا ما هي دي مشكلتنا بقى. ايوه، ف يعني وعلى فكره انا ممكن يكون حد معايا في العيله وعايش معايا. أيوه، وبرده مش مقتنع قوي بقدراتي، وفي حد ما بيتعاملش معايا قوي. الاقتناع بالقدرات ده مش محتاج قرب وبعد. بالظبط، ده محتاج يكون حاسس، انت حاسسني بالظبط، شايف انا بعمل ايه وعارف ان انا كده، او عندك ثقه فيا. صح، الثقه دي تخلي كل واحد فينا يكون، حتى ما هو الثقه دي في الله سبحانه وتعالى، ثم مثلا يكون الراجل ثقته في اهل بيته، اللي بيسيب اهل بيته يروحوا اي حته وهو امان، يعني دي الثقه طبعا كل حاجه طبعا. حلو قوي. طيب وكانوا دايما شويه حاسين ان انت ما انتش تقدري تعملي اللي هم عايزينه، في ناس كده وفي ناس، مش كل الناس. وبعد كده وصلت لمرحله ان انت بقيتي بوب عليهم، صح كده؟ بقيتي باشا عليهم زي ما بيقولوا بالعربي كده. ما شاء الله عليك. طيب انت كده تبلت الفراخ، انا هرجع لك تاني، ولكن عايز اروح اشوف صديقتي امينه بتعمل ايه برضو عشان ما تلعبش من ورايا، انا من ظهري فما اضمنش الظروف. طيب حاضر يا شيخ، اخد تليفونات ثانيه واحده. افتحي براك، انا اسف معلش كنت واقف عندك. طيب هخليكي زي ما انت كده تمام التمام، وانا هروح اشوف امينه اختي بتعمل ايه. السلام عليكم، ازيك يا اخبارك ايه؟ عملتي ايه من ورايا؟ انا كده جهزت الخلطه. الو، ادي اهو البصل. حلو، مع الفلفل الحار. الو، طب ثانيه واحده معلش يا شفيق، قلت لك لحظه واحده التليفون. حاضر ماشي، ما دام داخل على الهوا حاضر. معلش يا امينه ثانيه واحده، مين يا شفيق؟ الو الو، مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا بيك يا فندم، منور الشاشه. وجودك يا فندم ربنا يعزك ويخليك يا رب. انا مدام فاطمه. مدام فاطمه، اهلا بيك يا مدام فاطمه. من القاهره، اهلا بحضرتك. احسن ناس، ربنا يخليك. انا بحييك جدا جدا على الشباب اللي انت صادفتهم، وبحييهم جدا جدا الصراحه. ربنا يخليك، وكده البرنامج جميل قوي قوي. الله يخليك، وهم ادونا افكار حلوه للاكل. طبعا ده لسه ده احنا بنتعلم منهم كمان. ربنا يخليك يا استاذ علاء، وبحيي المترجمه عشان الصم كلهم قاعدين بيتفرجوا على الله اكبر دلوقتي. ما شاء الله. طبعا فيروز منورين النهارده، فيروز محمد طبعا مترجمه. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. اهم شيء الناس تكون مستفيده، اهم شيء. الحلقات الجايه تستضيفونا ناس ثانيه من الصم، وبرضه موجودين ان شاء الله ومع بعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وانا بحييهم كمان مره. ربنا يخليكي، مشكور جدا، وبحيي حضرتك. الله يخليك يا فندم، مشكور جدا يا فاطمه، شكرا لذوقك. شكرا، مع الف سلامه. شكرا جدا ليك يا فندم. طبعا هي مش اول حلقه ومش اخر حلقه ان شاء الله باذن الرحمن، هي اول حلقه طبعا، ولكن انا بالنسبه لي ان شاء الله في حلقات اكتر واكتر، وفي حاجات مفاجئات لسه كمان. عندنا استاذ عباس قاعد اهو، شايفه هو ده اللي معاه السورس كله، فاكيد طبعا في حلقات ان شاء الله باذن الرحمن تعجب حضراتكم الفتره الجايه. لحظه واحده يا شفيق، حاضر هرجع لصديقتي. انا اسف عطلتك، معذر لك معلش. قولي لي بقى، انا هطلع لك فوق عشان انا اطول منك، انا عارف. قولي لي بقى بتعملي ايه؟ انا قطعت دلوقتي بصلايه اربع بكل صراحه. والله كان مركز شايفك، انا مش شايفك. قطعت البصلايه طبعا اربع تربع. تمام، قطعت الفلفل ما شاء الله، وعصرت الليمون، وحطيت طبعا الفلفل الحار الله، والملح طبعا، معلقة السكر طبعا لازم في الطماطم. حلو، بحطها دايما. حلو، و ليه بتحط سكر في الطماطم؟ عشان طبعا تقلل الحموضة بتاعتها، تقلل الحموضة وما تبقاش لاسعة. ده شيء طبيعي، انا بعمل كده في البيت دايما، سنة السكر او سنة الليمون. طبعا صح كده؟ طب قولي لي، هتبدأي تضربي بقى دلوقتي الخلطة بتاعتك وتبدأي تشتغلي واحدة واحدة. الكهرباء، الكهرباء. تمام، انا كده شغال؟ لا لا، استنى، بسم الله، استنى عشان ده الفيشه هنا كانت ضربه اول امبارح. اشتغل كده، ساتر يا رب، هو شغال. ماشي، استني يا ستي، كل انا معاكي. لا ده انا هعمل لك في ثانيه، هقلب نفسي كهربائي في لحظه. انا هاخد الفيشه اللي امان، استني كده، بسم الله، جربي كده يا باشا. هو شغال يا طبعا. ماشي، طب استني، يمكن مش ثانيه واحده زي ما انت. لا ما مكان، لا ده هو شغال. استني بس، ما كانش كده، لا ده هنا كان فاكك عشان كده مش هشتغل. تمام، بسم الله، اللهم صل على النبي. زي الفل،
يلا حط حبه ميه صغيرين. استنى اجيب حبه ميه صغيرين بحيث يبقى معاكي. احطهم انا بايديا. اصلا ما كانش حاجه عشان هيمشي غير كبير جدا. عامل زي بتاع عصير رمضان كده اهو. يلا اتفضلي اضربي براحتك خالص. بسم الله. ايوه الله ينور عليك. الله ينور عليك. بس الله ينور عليك. انا بكلمه هو بس انت تمام برضو يعني. انا بكلمه هو في الايربيز بس انت زي الفل الله اكبر. طيب خلاص كده انت عملت الخلطه بتاعتك. واحده واحده براحتك خالص. بس انا عارف وقفه الكاميرات دي بتبقى رخمه اول مره بس انت لما استمر عليها ما تقلقيش. لا انا بالنسبه لي الغطا انا ايدي مش قويه. طب ممكن اساعدك؟ بس هو انا عارف الخلاط ده ده على فكره دي ميزه فيه انه يكون كابس. لا تمام قوي كده انا خلعته. الله يبارك لك ما شاء الله. واحده واحده براحتك خالص. البوله المفروض اللي هنسلق. ايوه اللهم صل على النبي عليك. الله اكبر صح كده. ايوه والمعلقه المعلقه. ايوه لا ممكن اسلق بايدي من المعلقه. براحتك خالص انت وكيفك. اصل وفاء نزل بالمعلقه انت وكيفك برضه. انا ممكن انزل المعلقه عادي. انت وكيفك انا ماليش دعوه. معلقه بالشوكه اللي انت عايزاه. ارفعي فوق. الله اكبر عليكي. الله اكبر. هو عشان تقيل عليا معلش. طب اساعدك؟ لا طيب. الله ينور عليك. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. اوعى السكينه بتاعت الخلاط من جوه ما تمشيش فيه جامد. لا 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 ما تخافش. انت عارف انت حاسه اكيد بس برضه لازم انا برضه اقول لا لان يعني الكاميرا جايبه فالمفروض ان انا برضه معاكي. لا 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 اللهم صل على النبي. مش محتاجه حاجه من حد. الله اكبر عليك. ربنا يزيدك من نعيم الله يا رب. زي ما انت براحتك خالص. لا دايما باخد بايدي عشان خاطر ما اخليش حاجه جواه. عشان خساره حرام. طبعا. الله يبارك لك. زي الفل زي الفل. بس كده عشان السكينه بتاعتي. ادهولي بقى انا اشيله خالص اريحك زي ما عملت مع اختي الثانيه. ثانية واحدة كده اهو. ايوه بس كده. انا هشيل الخلاط خالص. انت عايزاه تاني؟ لا لا. بس كده خلاص عشان هو ايه؟ بس انا كده وسعت لك مكان الخلاط خالص مش موجود اصلا. تمام. طيب وهشيل كمان الكهرباء دي كلها. ايوه. عشان ايه اريحكم من القصه دي خالص كده اهو. تمام. قولي لي بقى هندردش معايا مع بعضينا ولا جاهزه ولا لا؟ جاهزه يا حاجه ولا لا؟ جاهزه. بس عايزه دول يتشالوا. ايه؟ عارفة اطلع دي فوق. طلع زي ما انت. تمام. حطي براحتك خالص. تمام زي الفل. اشيل الليمون اللي انت عايزاه ده خلاص؟ خلاص ما انا طيب زي الفل. انا بستاذنك بس تمام. عمال ترص انت شايفك هجيلك دلوقتي اصبري. طيب قولي لي استنى ولا ايه؟ لا شغاله زي ما انت ما تعطلنيش. انا عايز اتغدى. الله يبارك لك. لا انا هخلص في ثانيه دلوقتي. اللهم صل على النبي. المهم تبقى شايفني. انا شايفك وعينيا عليك ومش لوحدك. كل المشاهدين قاعدين مركزين معاك. خد بالك اصل انت عملتي حاجه فيها تعليم جديد لينا كلنا. انت النهارده ضفت لنا شيء. هرجع لك حالا دلوقتي يا امينه. انت ضفت لنا شيء النهارده. انت حشيتي الفراخ من تحت الجلد بالتتبيله. انا شخصيا ما بعملش كده. لا صحيح. والله العظيم بحلف بالله سبحانه وتعالى. انا شخصيا والله يا جماعه اكيد بتشوفوني انا بطبخ كل يوم مع حضراتكم. عمري ما حشيت تتبيله بجلد الفراخ اصلا. يعني ما حصلتش قبل كده. حتى كمان الاستاذه كريمة من شويه قالت نفس الكلام برضه ما اتعلمتش قبل كده. فانت بتضيفي لنا شيء فانا لازم ارجع لك. طيب ايه بقى هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ خلاص عملت الخلطه هتبداي تتبلي الفراخ نفس الموضوع. حلو قوي. طب ناقصك ايه؟ السكينه. السكينه في البوله اللي قدامك على طول. ايوه هي دي. انا زحزحتها. انا اسف والله. انا اسف والله العظيم بس انا زحزحتها. انا غبي والله انا عارف معلش. لا 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 مش كده. انا وانا وهي بتعمل فانا يعني قال ايه بساعدها يعني بس انا معلش انا اسف. طب انا عايزه الصينيه كمان. الصينيه بتاعتك انت؟ اهي يا حبيبتي. ايوه زي ما انت. ايوه هي اللي حطاها بايديها على فكره من قبل الهواء. يعني هي عارفه صينيتها فين حته وفاهمه مكانها وحاجتها كلها. عشان كده انا حريص جدا ان المس اي حاجه من المعدات اللي بتشتغل. لان طبعا زي ما انتم عارفين كل واحد فينا بيبقى حاطط حاجته في مكانها مش محتاج حد يلعب فيها. فطبعا انا بستذكى قال ايه بعمل كده بس طبعا غلط. حاضر ثانيه واحده هاخد تليفون. عايزه ايه؟ ايوه زي ما انت. الله اكبر عليكي. قولي لي بقى اخبار الطبخ معاك ايه في البيت؟ في البيت؟ لا انا في البيت شغاله لاني انا انت دارسه ايه وبتعملي ايه في الدنيا؟ انا لسانس اداب قسم اجتماع. بسم الله ما شاء الله. لسانس اداب؟ قسم اجتماع. قسم ايه؟ اجتماع. اجتماع ما شاء الله. الله اكبر زي الفل. لسانس ده حاجه يعني حاجه عاليه بسم الله ما شاء الله. طب قولي لي بقى اشتغلتي ولا لسه؟
لا انا شغاله اخصائيه. شغاله اخصائيه اجتماعيه ما شاء الله، تحلي مشاكل الناس وتقعدي مع الناس تدردشي معاهم، ولا انا غلطان في لا يعني الى حد ما انا فاكر دي ايام مدرسه كانت دي كده ما اعرفش الى حد ما، لان انا شغاله في مدرسه عاديه، ف بالنسبه لي يعني شغل محدود. وبعدين قولي اللي انت عايز تقوليه. في المدارس العاديه غير مدارس التربيه الخاصه. قصدك المدارس العامه غير الخاصة اللي هي الخاصة اللي هي بتاعت المستثمرين العامة الحكومة. لا 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 الصم والبكم التربية الخاصة غير الخاصة. المدارس الخاصة. أنا آسف ماشي، التربية الخاصة دي فاهم ذول القدرات الخاصة. فأنت شغالة معاهم؟ لا أنا مش شغالة معاهم، أنا شغالة في مدرسة تعليم عادي يعني مدارس عادية. مدارس خاصة. عادية ده بسم الله مش حاجة تهيل أكتر على ما أعتقد، صح ولا غلطان؟ يعني إلى حد ما، بس أنا ما بلاقيش نفسي فيها. ما بتلاقيش نفسك فيها ليه؟ يعني أنا كان يعني كنت حابة إن شغلي يكون مع المكفوفين. حابة إن شغلي يكون مع المكفوفين. المكفوفين، طب وأنت ليه ما اشتغلتيش معاهم؟ لبعد مكاني. أنت ساكنة فين؟ أنا أولاً في قرية الضبعية الإسماعيلية. الضبعية؟ الإسماعيلية. وطبعاً المدرسة طبعاً بعيدة قوي في حي السلام. مدينة السلام؟ حي السلام. حي السلام ده فين؟ في الإسماعيلية في المدينة نفسها. بعيد عنك شوية، قد إيه مثلاً؟ بعيد عنك قد إيه؟ لا طبعاً أنا بوصل في ساعة ونص تقريباً. ساعة ونص رايح؟ تقريباً. وساعة ونص راجع. طب البديل للكلام ده إيه؟ لا البديل الكلام ده ان انا اشتغلت اجباري في مدرسه اجباري جنبي ابتدائي. لكن في جنبك مدرسه تانية مثلا للسكم والبكم زي ما انت بتقولي، فعايز تشتغلي فيها؟ لا هي مش جنبي، كلهم طبعا بعيد في المدينه. كلهم بعيد في المدينه. انا اصلا عايز اساعدك لو في حاجه قولي لي عشان كده بسمع لك. فده الطبيعي ان انا هاخد اقرب مدرسه جنبي، ودي اقرب مدرسه انت شغاله فيها قريبه شويه. اقرب من حاجات تانية كتير. يعني اذا هو مش مقصرين معاك في حاجه ولا مقصرين قولي لي. ما فيش تقصير، هو بس كل الحكايه يعني انا نفسي مش لاقي نفسي في الشغل مع المدرسه نفسها. طب ليه؟ انا عايز اتكلم معاكي ليه؟ مش عارفه، يمكن لاني ما اعتدتش ان انا اشتغل غير لما عملت التربوي، دبلومه التربوي بالمناسبه. وما لقيتيش نفسك معاهم؟ لا دي فادتني شويه بالتربيه العمليه طبعا. طب حلو جميل، بس انت ايه اللي طالباه؟ طيب انا عايز اعرف انت طالبه ايه، او ايه اللي مزعلك؟ انا حاسه انك مش مبسوطه معاهم. والله ما بهزرش، ده اللي انا حاسه. انا حاسه انك مش مبسوطه معاهم، فعشان كده عايزه تكوني مبسوطه مع اي حاجه انت شغاله فيها، لانك انت قيمه جامده جدا، فلازم يعني الناس تستفيد منك الحته اللي انت حباها عشان تقدري تطلعي فيها شغل اكتر وتفيدينا اكتر. فده اللي انا بسمعه منك عشان اقدر اوصل صوتك لاي حد انت عايزاه يساعدك في شيء. لا انا بالنسبه لي مفيش اي حاجه. تمام زي الفل يعني. الحمد لله. طلعت البطاطس كويسه ولا لا؟ الفراخ شايفك عماله تلبلي بالعقل كده واحده ماشي. طب يلا مش عايز اعطلك. حاضر ثانيه واحده هاخد مدام منى، بس لحظه واحده باشا، والله العظيم باشا الشبشب بتاع الطماطم حد خدته واتفقت معاكي. طب قلت لي شيله، انا قلت لك اشيله. حسن الشبشب مش بتاع الخلاط بتاع الطماطم. لا ده قدامك بس بعيد شويه. انت شكلك انت اللي بعته، خليكي زي ما انت. حد بعته. حد بعته قال ايه عشان الكاميرات؟ كاميرات ايه وجع قلبي؟ العيال دول مش عارف بيعملوا كده ليه. خلاص على مهلك. خلصت انا. انت خلصتي خلاص؟ انا خلصت. اخر تكه الفول. ايوه حطي صلصه الطماطم. انا عايز اوسع لك خالص، انا هشيل المواعين عشان نشوف مين اللي يخسر يغسلها. انا بغسل مواعين كويس جدا على فكره. اللي هيخسر هو اللي هيغسل المواعين. لا انا اغسلهم حتى لو خسرت حبيبتي، ربنا يخليك، لان انا بحب اغسل مواعين جدا. يا حبيبتي ده احنا نغسل لك اللي انت عايزاه كله، والله تحت امرك كده. انا وزعت الطماطم كلها. الله اكبر عليك، مفيش حاجه مش ناقصه، كلها واخده. في هنا طبق فيه زبده لو سمحت. ايوه اهو الزبده اهي، اتفضلي عشان الصينيه بعيد عنك، انا عارف ايه اللي هيشاكي. تمام، حط زبده على الطماطم. انا هشيل الشفشه ده خالص. انا اصلا كنت بلم الحاجات اللي بتفضى وبحطها بعديها عشان انا خدت بالي على فكره، انا جبتهم كلهم كاملين. الله اكبر عليك. بتحط زبده ليه؟ علشان انا دي الماده الدهنيه الوحيده اللي هتبقى موجوده، عشان هتسيح وتبقى. انا ما حطيتش حاجه تحت. حطيت البصل ودعكته بالملح والفلفل، بوزع هتسيح كده اوزعها، وتبدا بقى تتطعم بقى وتبقى شغل عالي. عارفه لو طلع فيها اي حاجه قد كده، عارفه هعمل فيك ايه؟ تعمل ايه؟ هشتكيكي. بص عارفه مش مبدئيا، اصل انا بيني وبينك انا عامل حسابي ان اخد الاكل ده مروح، فما تضيعنيش. طيب المهم مش عامله اكل النهارده. المهم انا انا في حتت ما سرحت وما عملتهاش. لا كله زي الفل. انا شايف كله بقى عشان كده بقى ما يبقاش كتير كده. خلصت الحدوته بتاعت ايه؟ صينيه البطاطس. انا عملت البصل ودعكته فككته من بعضه بالملح، وحطيت جزء تحت خالص. حلو. وجزء فوق البطاطس، والبطاطس في النص. حصل مرصوص كمان. الله اكبر عليك، وتبلتيه وبتاع وروقتيه. طب ادخل الفرن؟
ايوه. ولا طب انا الفرن بقى، انا ما اعرفش الفرن بتاعتكم شكلها ايه، لكن ممكن ادخله برضه. انا هدخل الفرن سهل عموما. بس انا هقول لك على حاجه، انا في البيت ساعات بحطها على النار فوق تغلي شويه، على النار ده من فوق، واروح منزلاها في الفرن بتاعتي كده تكون انجزت معاكي شويه. بتوفر. انا معاكي، بس انا البوتاجاز اللي عندي ده بوتاجاز كهرباء اوتوماتيك اوتوماتيك، بالذات على الباب بتاعنا ابو غاز بالظبط، فبالتالي اسرع. ده ابطا شويه. انا بس بقول لك انا بعمل ايه. لا حلو قوي، انا ادخلها الفرن عشان نختصر الوقت. حاضر. طيب مين يا باشا؟ انا اسف، يا مدام منى. ايوه. الو. ايوه يا مدام منى. صباح الورد. صباح الخير عليك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، منورانا تحت امرك. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد والشكر، فضل وعدل والله، فضل وعدل. اخبار سعادتك انت ايه؟ كله تمام والله. بناتنا منورين على الشاشه، انا مش مصدقه يعني، ربنا يخليهم. ده منورين الدنيا كلها مش الشاشه بس. قبل منى الله يخليك. الله يخليك. قبل منى تعرفوها؟ قبل منى اللي علمتني الطبيخ. قبل منى حضرتك اللي علمتني الطبيخ. الحمد طب لله. طب ازاي حضرتك مش معانا النهارده؟ ازاي يعني؟ ازاي حضرتك مش موجوده معانا النهارده؟ كنا نشوف حضرتك طبعا. قبل منى ما علمتنيش بس، قبل منى بلها ان شاء الله تشرفينا في وقت ثاني. طب قولي لي بقى، قولي لي بقى يا استاذه منى، حضرتك علمتيهم ايه وايه صله قرابتك بيهم او ايه المعرفه؟ فهميني. دول الطلبه بتوعي، انا اول ما اتعينت في مدرسه المكفوفين، الكلام ده من حوالي 20 سنه. ما شاء الله. تمام. جميل. انا الحقيقه يعني الفئه دي عجبتني جدا، عندهم يعني استعداد لتحدي الاعاقه بطريقه جميله بصراحه. الله اكبر. وباين ما شاء الله كلام واضح يعني. هم كان عندهم استعداد وشجعوني، وانا بصراحه يعني ابذلت كل ما في وسعي ان انا اساعدهم. أيوة. انهم يعيشوا ناس طبيعيين، وهم فعلا يعني ناس ربنا يكرمهم. احسن والله من كل الناس كلها في الدنيا كلها والله ما شاء الله عليهم. انا نفسي يعني مدرسه النور المكفوفين في الاسماعيليه يعني عامله انجاز هايل، انا ما شفتوش في مكان تاني بصراحه. تمام. هي المدرسه دي في الاسماعيليه المفروض؟ ايوه. تمام. دي فيها كل ذو القدرات الخاصه مظبوط؟ مكفوفين بس، فيها الثلاثه بس. احنا مدرسه النور فيها المدرسه اللي هي ليه المكفوفين يعني. تمام. بنعلم الطلبه بالنسبه لماده الاقتصاد المنزلي، انا مدرسه الاقتصاد المنزلي، فالماده دي مهمه، انا شايفه ان هي اهم ماده للكفيف. وعلى فكره انا شريك معاكي لو احتجتيني في شيء. الله يخليك. على فكره يعني عايز اقول لك ان الوثائق دي بتقعد على المكنه وبتخيط استاذه ما شاء الله. الملايات يعني يعني ان شاء الله ما شاء الله. والطبيخ ده محتاج، شايف بيعملوا فطاير، بيعملوا حلويات ما شاء الله. ده يعني بكفاءه. انا عايز اقول لك في حفله عيد الكفيف 9/12 كل سنه ما شاء الله، انا عندي الولاد بيقفوا كل مجموعه على ترابيزه بيعملوا صنف مع بعض. 9/12 اللي جاي. 9/12 اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله نحاول نكون مع حضراتكم ان شاء الله. يا ريت تشرفونا وتشوفوا الولاد ككل ما شاء الله عليهم، واعملوا لنا يعني حاجه ليها علاقه بالاكل عشان نجي لكم ولا ايه؟ اكيد طبعا. نعم. عزومه كده ولا اي حاجه؟ اكل وشرب وحلويات وحاجه على ان شاء الله يوم 9/12 اللي جاي. يوم 9/12 اللي جاي في اسماعيليه، ده يوم الكفيف العالمي. طيب ممكن حضرتك احتفال بسيط كده. طيب ممكن حضرتك بعد ما نخلص المكالمه لو تكرمتي تسيب رقم تليفونك في الكنترول مع زمايلي والمعاد عشان نقدر نظبط من دلوقتي وننسق ان شاء الله انا وزمايلي 9/12 نكون مع حضراتكم باذن الرحمن لو لينا عمر ان شاء الله. ان شاء الله. تشرفونا يا ريت. لا هيحصل ان شاء الله. طب قولي لي ده بالنسبه للوفاء. تمام. امينه بقى اخبارها ايه معاكي؟ الاثنين كانوا طلبه عندي اصلا يعني، وفاء كمان ما شاء الله في المدرسه في الجامعه، بس جات لي لما سمعت عني ان انا جيت وشغاله مع الولاد. أيوة. فبقت تجيني وتعلمت معايا ما شاء الله برضو نفس الموضوع. طب وفاء بتطبخ ومدرسه وبتترز وبتخيط، وامينه اخبارها ايه معاكي؟ امينه في الاكل، بس هي عيب ان هي بطيئه شويه، انا دايما اقول لها اسرعي يا امينه. إيه انت عارفه شوية. بطيئه شويه. حلو. يمكن عشان برضو بدايه الطبخ معاها برضو ما شاء الله عليها. ها؟ يمكن عشان برضو الطبخ معاها مش قوة يعني قوي، بس ممكن حاجات تانية عندها أقوى. صح؟ لا يا لعلمك، ده ست بيت ممتازة أمينة، هتتجوز الشهر ده على فكرة. الله أكبر الله أكبر. لا ده هتتجوزها. ألف مبروك يا أستاذة أمينة. بس هي رايقة كده يعني، هي بتعمل حاجتها عسل عسل. خدي بالك ده ما يعيبش. ده لا ما يعيبش، ده بالعكس بتطلع حاجة متقارنة منها جدا. جميل جميل. أيوه. زي الفل. ان شاء الله تتجوز على خير ونفرح بيهم كلهم ونفرح بامينه طبعا. وعايزين نبعت لك كده تحيه يوم الفرح بقى كده، هنتابع مع حضرتك. بشكرك جدا، ربنا يخليك. بشكرك جدا وبشكر صحه حضرتك ان شاء الله. هتتجوزي امتى يعني؟ اسبوعين تقريبا. اسبوعين تقريبا. بتدينا ميعاد الفرح بقى عشان لو ما قدرتش اجي
ويتشرفنا طبعا نكون موجودين معاكي مع كل اخواتنا. نبعت لك برقيه كده على الهوا تحيه حلوه كده ولا ايه رايك؟ اولا هو اللي هيحدد هيجي هو اللي هيحدد هو مسافر؟ يجي بالسلامه باذن الرحمن ان شاء الله. هو عايز طابع ما حدش حد غيره هو. امال انت تحددي؟ لا هو اللي يحدد زي الفل. طيب ثانيه واحده اطلعك فصل حاضر. انت تبلت البصلايه انا شايفك وبهرتيها كويس قوي بملح وفلفل شايفك، وفرقتيها من ايدك بايدك كده شايفها، وحطيها دلوقتي في الصينيه صح كده؟ تمام. وهتبداي ترصي عليها البطاطس وتعيش حياتك بالفلفل الحار والرومي وكل الكلام ده كله صح كده؟ جميل. وتدخليها الفرن صح كده؟ تمام. جميل جدا ماشي الكلام. هقف عند الجزئيه دي عشان طبعا انا اتاخرت شويه على زمايلي، ولكن انا مبسوط جدا. حلقه رائعه، و زعلوش مني يا زمايلي لو كسرت الروتين في الحلقه دي بالذات، فكره الفصل او مش فصل، لان الموضوع النهارده ما هوش سهل ومش كل يوم بنعمل حلقات بالشكل الجميل والمشرف ده. انا هطلع فاصل دلوقتي وهرجع مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل مع اختي وفاء وامينه ان شاء الله. وما تنسوش زي ما اتفقنا عندي صديقتي واصغر صديقه للبرنامج عندي نورهان اخر الفاصل ان شاء الله مع حضراتكم. حاجه كده بقى يعني من اللي سمعته من اول ما دخلت، نجمه من النجوم العالميين. هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله في اخر الفاصل او في اخر الحلقه ان شاء الله. تعالوا نطلع مع بعض الفاصل دلوقتي. صباح الخير. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه ومع اصدقاء البرنامج وفاء وامينه. البطاطس راحت راحت مطرح ما راح. راحت في الفرن. طيب خلاص بطاطسك راحت في الفرن، وحضرتك كمان يا امينه بطاطس راحت في الفرن، اتمنى ان شاء الله تكون احلى بطاطس في الدنيا. هتبتدي بايه يا امينه دلوقتي؟ دلوقتي هعمل رز بالشعريه. جميل. وتبداي تشتغلي بقى في الشعريه الاول وتحمريها وتعيشي حياتك فيها. محتاجه بس الزيت. ليه؟ النار. النار وريني كده، النار شغاله على درجه حراره عاليه. دايما دلوقتي عيش حياتك يلا. والمرقه وقت ما تعوزيها انا هجيبها لك. سايبه الزيت انت ادح، انا عارف ماليش دعوه. أيوة. ماليش دعوه. انا لسه هحط الزيت. قولي لي انت ايه الاخبار؟ انا هحط زيت هنا ممكن بالتقريب كده. ايوه. كنت بحطه في فنجان صغير وابقى عارفاه قبل الاول. تهيألي كده كفايه. كده كفايه كتير كده كمان. كده حلو قوي. يعني انت كنت الاول بتحطي المعيار الزيت احطه في فنجان صغنن على جنب كده عشان ما ازودش يعني. حلو. وبعد كده تبدأ الزيت تشوحي بقى حاجتك واحده واحده. هستنى بقى يسخن شويه وبعدين سيبيه يسخن شويه. طب قولي لي بقى، هدردش معاك شويه عقبال ما ارجع لامينه تكون هي برده كمان سخنت الحله. قولي لي بقى، انت اكيد وانت بتطبخي في البيت في حاجات بتضايقك او في حاجات عملتيها مره مثلا بوسط الاكله معاكي؟ اكيد. ايه بقى قولي لي موقف كده حصل؟ يعني هو هما مش كتير المواقف دي بصراحه. بقى مثلا لو في موقف. لا يعني ممكن اكون لسعت الشعريه مره، سقطتيها، كلت في التليفون، عديتي هنا سرحت وقت كده بس يعني. كده يمكن مش اكتر من كده. لا لا ضربات بسيطه جدا. حلو قوي ما شاء الله. قولي لي بقى، انت اكيد صحابك بيجوا لك البيت وبتغديهم وبتعمل لهم اكل وبتقعدي كمان بصفتك انت كمان مدرسه. فانت كمان انت منين؟ انا من اسماعيليه. برضه من اسماعيليه. ده مصنع الرجال والستات المحترمين اسماعيليه دي. ربنا يخليك. والله انا بعزكم. خلاص الزيت بتاعي سخن بقى لك ننسى. واحده واحده انزلي. معلقتك معاكي؟ معلقتي معايا. ايوه ايوه. نبتدي بقى نشتغل مع الشعريه عشان قلبي براحتي خالص بقى. فاسماعيليه عندكم ناس كرم وحضراتكم اكيد بتحبوا بعض وبتروحوا البيوت وبتعدوا وبتروحوا. فاكيد بتعزمي ناس عندك. اكبر عزومه عملتيها كان كام شخص؟ كانت في رمضان بس ده من كام سنه على فكره. يعني لان انا بقالي كتير من سنتين مثلا. لا اكتر والله، كان حوالي سبعه من صحابي كان عندنا حفله. الله. فكنا والله تسعه تقريبا ما شاء الله. وكنت قاعده في البيت والحفله دي هتبقى بعد الفطار في رمضان. ايوه. فانا ايه عايزه اتلم عليهم كلهم مره واحده. ايوه. فقلت لهم الفطار عندي. الله يبارك لك. فعملت بقى كفته ومكرونه وكنافه وقطايف. الله اكبر. ده شغل عالي. وطبعا هم انبهروا، هم عارفين ان انا بعمل كده فما انبهروش. ده العادي. انا بالنسبه لي انبهار طبعا ما شاء الله انك انت تعملي كده. في بعض الناس لو حتى ست بيت عاديه وقويه وبتبقى كويس ما تستحملش تقدر اخرها خمسه في البيت افراد الاسره. لو زودت حالتين زياده يبقى الموضوع برضه. لا وفي حاجه بالنسبه لابله منى اتكلمت معاك من شويه، احنا في المدرسه احيانا
كنا في رمضان لما كان بيجي رمضان في الدراسه نعمل كميات كبيره جدا ونقعد مع بعض ونسهر عشان نعمل الاصناف اللي ما بتتعملش زي المكرونه بشاميل والمحشي. ايوه تاخد وقت في تسويتها. كنا بنعمل كميات يعني ما شاء الله. كنت مثلا طبق كبير كده خالص اعمل اقطع مثلا من غير مبالغه والله 3 4 كيلو بصل فلوم المحشي ده اتعمل بدموعي النهارده. الله اكبر ما شاء الله. هو بتعملي بيطلع جميل ورائع. عشان حاجه اللي بيحب حد بيعمل له حاجه حلوه. طبعا. واللي بيشتغل بنفس بنفسه ونفس كويس بيعمل احلى اكل في الدنيا. اللي بيعمل حاجه بيحبها خلاص. جميل. طيب معايا مكالمه تليفون الحاجه ام ياسر من السعوديه. كنا عايزين نتكلم في الشعريه. الو الو حاجه ام ياسر ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اخبار سعادتك انت ايه؟ مساء الخير عليك اولا وعلى فريق العمل وعلى شعب مصر كله. الله يبارك لك وبخير عليك وعلى اهل السعوديه حبايبنا دايما كلكم بخير يا رب. الله يخليك. اول حاجه بهني قناه النهار على البرنامج الجميل والفريق العمل الجميل وعلى علاء بالذات. الله يخليك يا فندم. ذوق حضرتك يا فندم ربنا يعزك. وبمسي على الاخوات اللي موجودين ضيوفك وفاء وامينه. بمسي عليهم وبحييهم من كل قلبي. وحقيقي حقيقي انا كنت محضره كلام كتير اقوله بس لما شفتهم عجز لساني عن الكلام. حبيبتي ربنا يديك الصحه يا رب. وعايزه اقول لهم مع احترامي الشديد ليهم هم مش ضريرات. الضرير اللي يقول عليهم انهم ضريرات. صح. الله يخليك. كلامك مظبوط. بجد الله يخليك. والله العظيم. والله يخليك. من كل قلبي بقى اتكلم. هسرح في الكلام واحرق الشعريه مثلا يعني؟ بتقول لك هسرح في الكلام واحرق الشعريه من كلامك. لازم اخد بالي امتى هتستوي. ايه؟ لا محتاجين. اسمعي يا حاجه ام ياسر. امينه بتقول لك فعلا كنا محتاجين كلمه زي دي. تشجعنا على الاقل. لا هم بجد 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 والله العظيم هم بجد هم اللي احسن مننا لان الضرير هو اللي بيقعد يستنى الناس تاكله وتشربه. صح كلامك مظبوط. الضرير اللي مستني الناس تخدمه. ايوه انتم بالعكس انتم رمز عظيم لمصر كلها والله. فعلا فعلا. عايز اقول لك ان احنا مش حاله كل اصحابنا كده ما شاء الله. وانا يعني مش امينه وفاء بس يا جماعه اللي انا عايزه اقوله ان كل اصحابنا زينا واشطر مننا كمان ما شاء الله. عشان بس الناس ما تاخدش انطباع ان احنا بس اللي كده. انتوا احسن من ناس كتير 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 بتشوف والله بجد. طبعا طبعا. ونتمناهم دايما في الافضل وفي الافضل ويشرفونا دايما يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. وكلامك الحلو ده على اتفضلي اتفضلي. بقول لحضرتك كلامك الحلو دوت خلاهم روحهم المعنويه اكتر واكتر وكل اللي بيشوفونا ويسمعونا اكيد بيتبسطوا من كل حبايبنا وكل اهلنا في كل حته في العالم لما يكلموا كلمه حلوه بحق زي ما حضرتك بتتكلمي. انا عايزه اقول لحضرتك يا استاذ علاء حقيقه انا كنت عايزه اتكلم بس حقيقي لما شفتهم عجزت عن الكلام. عجزت يا حبيبتي ربنا يخليك ويديك الصحه. لانهم فعلا فخر فخر لينا كلنا طبعا فخر مصر كلها طبعا طبعا. فده حاجه مشرفه ولازم نطور ونبقى موجودين معاهم دايما في كل الاحوال ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله. وعايز اقول لحضرتك انا بهني قناه النهار على الحلقه دي بالذات. الله يخليكي. لانها حلقه بترفع من البرنامج كتير. ده شرف لينا يا فندم ربنا يخليكي. ومن خلال برنامجك بهني الشيف العظيم الشربيني. الله يخليك يا فندم. الكريمه الوالده. الله يخليك يا فندم. جابوا لنا زي امثال حضرتك الاستاذ علاء يعني. ده من ذوق حضرتك يا فندم. انا بهنيهم من كل قلبي. الله يخليك يا فندم. ربنا يخليهم ليك ويخليك ليهم. الله يخليك ويخلي لك اولادك ياسر. تحياتي للاستاذه امنيه والاستاذ شفيق وفريق العمل باكمله. الله يخليك يا فندم. ده من ذوق حضرتك ربنا يعزك. بنشكرك جدا الحاجة أم ياسر من السعودية. شكرا جدا لحضرتك ومكالمتك الجميلة. طبعا يعني طبعا أنا هزيد شوية على كلام الحاجة أم ياسر وربنا يكرمك بكلامك الحلو ويجعلك في ميزان حسناتك لأن الكلمة صدقة والكلمة الحلوة بتريح. دايما إحنا كمصريين بنشوف دايما بوجهة نظرنا أو كشباب أو كبني آدمين عاديين مش كل الناس إني أنا مش لاقي شغل أنا مش عارفة أعمل كذا، أنا مش عارفة أعمل كذا، هو ده العيب مننا. لكن لو رجعنا لنفسنا، لا، في ناس كتير جدا أقل من قدراتك أنت لو أنت شايفها أن أنت بمعنى كلمة أن أنت مثلا إيه أنا شاب طويل عريض وأنا مش عارف إيه، لا بس بالعكس ممكن تلاقي واحد أقصر منك وأصغر منك وبيعمل أكتر منك، هو ده اللي أنا عايز أقوله، قيس على كده كتير، في ناس كتير خدوا بالكم، خدوا بالكم عايزين يجوا كمان معانا في البرنامج، ناس قاعدين على كرسي وبيعرفوا يطبخوا.
وبيعرفوا يغنوا وبيعرفوا يترز يعملوا كل حاجه ليها علاقه بالبيت. ولكن للاسف بس العيب من عندي انا اني ما قدرتش طبعا اصدفهم دلوقتي، ولكن بوعدكم ان شاء الله اني هاهل المكان عندي بيشرفونا ان شاء الله، لان انتوا عارفين بس فكره الديكور محكوم بشكل معين. فالفكره لو انا جيت قعدت بالكرسي عشان اقدر اشتغل ده انا بعتذر لكم والله، لكن بوعدكم ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله يكون في تطوير اكتر لحضراتكم، لان ده واجب علينا، مش بنجامل ومش بنحاول ان انا اعمل حاجه حلوه، لا بالعكس حضراتكم ضيوفنا ولازم تكونوا موجودين على راسنا وعلى راس كل الناس كلكم، وتكونوا موجودين ومشرفينا. هي دي بس الاعتذار اللي بقدمه لحضراتكم. وارجع تاني واقول خلي عندك امل بالله سبحانه وتعالى، وخلي عندك قدره من قلبك ومن احساسك انك تعمل وتنجح وتطلع وتشوف وتتعلم. يعني انت شايفين المنظر الجميل، النظافه والطبيخ والشياكه والمهارات، اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر عليكم، انتوا الاثنين بعتتكم على فكره. عايزين ميه بقى عشان كده الموضوع الرز سخن، خد بالك البوتاجاز فصل لوحده. طيب حالا هاخد تليفون ثاني، حاولنا بقى بالميه. هجيب لك حالا، هجيب لك مرقه كمان، هجيب لك كبشه. عايزه كبشه؟ انا عايزه ميه. ادي طيب كميه الميه بتاعتي، كميه الرز المفروض الميه تبقى موجوده هنا كده. بصي هقول لك حاجه صايعه قوي، انت قلت لي عليها بالهوا، قلت لي بحب اعير بالمعيار اللي كان فيه الرز الاول. بالظبط ادي المعيار اهو، وانا ممكن اساعدك على فكره عشان الميه سخنه لو تكرمت. ممكن تساعدي اساعدك؟ فين الميه مع حضرتك؟ الميه معايا. انا هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، واحده واحده هعبي المعيار زي ما انت اكيد عارفه، مش انا اللي هقول لك. كوبايه الرز المصري بتاعتنا بعد ما بتتشوح بتاخد كوبايه مرقه. بالظبط صح كده ولا بتزود ولا بتنقص؟ لا بالظبط. حطينا عليها حبه شعريه، ممكن نديها سيكه زياده كده اهو. بسم الله زي ما انت ما تخافيش. لا انا ما بخافش. اللهم صل على النبي عليك. وهندي كمان كبشه واحده كمان عشان خاطر الشعريه. ماشي الكلام؟ تمام. اوعي الرز يبوظ يبقى انا اللي بوظته مش انت. لا حالا جاي لك مش هيبوظ ان شاء الله. الله يخليك. طيب خلينا بقى من بره ننشف الميه دي عشان انا اللي وقعتها مش انت، ولو انت كنت قلت لك نشفيها على فكره بس انت ما كنتش هوقعها عشان انا كنت هبقى حريصه شويه. يا حبيبتي انا مش حريص، انا عارف نفسي عشوائي معلش. انا لا هو طبيعي اللي بيبص غير اللي بيبقى مش شايف. هي سنس بقى، انا سنسي وعشوائي عارف اللي هو كده يعني. طب عموما اخر تكه بقى قبل ما الميه عينيا اتنين ايه؟ هنوقف كده عشان اشوفه بس يتساوى ولا لا. انت معلقه لو وقفت خلاص. انت شايفه ايه؟ هي لسه كده يعني كده سنه كمان. طب اعملها كده تاني عشان هو عايز يشوفها المخرج، عايز يتعلم البي، عايز يتعلم يعمل رز على اخر الزمن. شفيق بقى مش عارفه. لا هي الفكره ان انا بوقف يعني، بس بتكون معلقه صغيره على الفكره دي كبيره. طب ما نجيب معلقه صغيره. انا عايزك تعملي زي خالص على فكره. انا مش عايزك، انا حالا جاي لك، حالا جاي لك، حالا يا امينه جاي لك. ادي معلقه بتاعت الاكل صح؟ انا اللي بعمل بقى ايه؟ بوقفها كده، لو وقفت يعني وقفت كده يبقى ايه؟ كده اساوي كده اتاكد ساوي إيه؟ ايوه كده سويتي كده. على فكره ما شاء الله كده. وطي النار؟ لا شويه بقى، مش هوطي النار على طول يعني. طيب يعني هي دي على 9، اخليها على كام؟ وانا مش عارفه بقى نظام الدرجات، بس هي الفكره ان انا بغطي الحله واستنى شويه كده اسمع صوتها وهي بتكتك الكركعه بتاعت الميه راحت شويه. ايوه عشان كده اوطي بعد كده. طيب انت تمام، انا اسف اتاخرت عليكي. انا كده عايز الميه هيروح. لا بالعكس لسه 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 شويه، قلبي براحتك خالص. والله لسه عايزه الميه تكون جنبي. الميه حبيبه قلبي جنبك اهي يا حبيبي اهي. بصي ادي اعمل لك المعيار ولا تحطي بالبركه؟ بالمعيار يا حبيبتي. حاضر هعمل اهو كوبايه الرز اللي انت عملتيها قدامها كوبايه مرقه مظبوط؟ تمام زيها بالظبط، ويمكن نديها كمان حته صغيره علشان خاطر زي ما احنا قلنا ايه؟ الشعريه. وكمان الرز انواع. والرز انواع. الله يبارك لك. كده انا جاهز بالمرقه، احط مرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلم بقى من اللي عملته المره اللي فاتت، ما نزيدش بسرعه. بعد ما اقول لكم الدنيا وفي الاخر اقول لكم انتوا فشلتوا، اكلكم وحش، انتوا عارفين لساني طول واحد على ايه؟ حبه كمان عشان الشعر. احط الكبشه كمان زياده. تمام. طيب هرجع تاني. دي نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، صدقوني والله العظيم نعمه. ده ساعات ناس، طب هقول لكم على حاجه والله بكل صراحه. امبارح بالليل النور كان قاطع عندي في البيت، كنت مدهلنا. ايه كنت مدهلنا؟ انت يا حبيبتي انت على راسي والله. مدهلنا وانا ماشيك يعني. حبيبي ربنا يديك الصحه دايما يا رب، وتمشي كل الناس كلها على 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 حياتك يا رب. فالنور قطع، وبعدين انا يعني ايه اكره في حياتي انام في الضلمه. معلقة. لا النور قاطع، اكره انام في حياتي انام والنور قاطع، لكن انا بنام في الضلمه طبيعي، مفيش حد ينام في النور حتى لو لمبه بعد كده، بحب الدنيا مكحله خالص. وبعدين قاعد سبحان الله، انا جالي الفكره دي دلوقتي حالا والله العظيم، بقول على نفسي وقال ايه مستني النور يجي عشان اخش انام.
طب ما هو النور لما يجي ما انا برضه هطفيه عشان انام، انت فاهماني؟ يعني هو كده كده هنام في الضلمه. سبحان الله. شوف 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 البني ادم مننا عامل ازاي. انا بس بوضح حاجه صغيره، وانت كده كده هتخش تنام والنور قاطع وهتخش تنام على طول. سبحان الله. قال ايه؟ ولعت شمعه ومستني لما النور يجي. عايز اوطي النار. سبحانك الخلاق. وده طبيعي على فكره انك انت تخش تنام من غير النور، ايه المشكله يعني؟ عايز ايه يا حبيبي؟ عايز اوطي النار شويه. ايوه يا حبيبي، معلقه اكل عشان اعرف بس رز. عيني حالا حالا حالا. اعمل ايه بقى؟ خلاص نخليه بقى واطي بقى هو كده يستريح. يعني انا كنت على 5 دلوقتي، الاول كنت 9، خليك على 5. اه يبقى هادي خالص. يعني على 2؟ اه يعني لو زي ما بوطي البوتاجاز العادي بقى خلاص على 3 وسط. على 3 وسط. امرني يا حبيبي. معلقه اكل عشان اعرف. عيني 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 عيني. حاضر. اتفضلي. قولي اي اتفضلي. قولي لي بقى. نعم. انا هكلمك انت مش هي، عشان هي الثانيه عملت اكلها. خليها تغني. خليها تغني. تغني. انا بس عايزه اسويه يعني. استني بس عليا. خليها تغني ما تنساش. انت طلعتي فنانه انا ما اعرفش. كده تساوى. كده كده تساوى. اه كده تساوى. عايزه حبه مرقه كمان؟ شعيرتك كتيره. خدي حبه مرقه كمان اهو. في كبشه كمان. ايوه عشان انا غلطان معلش. اهو حبه صغيرين. بس. ايوه. الله ينور عليك. ايه؟ تمام كده. الله ينور عليك. اه كده تمام اهو كده تساوى. انا على فكره انا ايه انا بساعدك يعني مثلا بحاول اعمل اي حركه. انا سمعت كل اصحابك بيشهدوا لك بصوتك الحلو. مش عارفه. استني بس عليا بقى، ما تقفلنيش من اول الكلام. وبعدين كلهم قبل ما تخش الاستوديو من وراكي. طب اولا اغطي الحل. غطي الحل. غطي الحل. انا هغطي لك الحل. خد بالك هو جوزك مش هيعرف. ما تقلقيش خطيبك مش هيعرف. اسمعي اكيد مش هيسمعني دلوقتي. لا لا على فكره انا في البيت بعمل كل حاجه، بس انا عشان يعني اول مره تصوير في برنامج زي كده. ايوه. قلقانه. لا عايز اقول لك بقى على حاجه، ولا كاميرا من دول تحط عقلك فيهم ولا حاجه في الدنيا خالص. انت النهارده مثال لبنت مصريه شريفه. مفيش منك كتير والله العظيم. وحياه الجمعه المباركه دي ما في من حضراتكم كتير. لا زي انا ما بقول بالجمال والحلاوه والشطاره والمهاره والادب والاخلاق مفيش كتير. فكون ان يكون عندك قدرات عاليه زي دي، الله اكبر عليكي ما شاء الله. لا ده احنا لازم نسمع ونشوف ونتعلم، مش بس ان احنا نعدي برنامج طبخ وخلاص. لا هو الموضوع مش موضوع طبخ. لا طبعا. صح ولا غلطان؟ لا صح. فانت النهارده ما شاء الله انت افضل من ناس كتير جدا جدا جدا. نسبه بص احنا كان 100 مليون و90 مليون. لا ده ما شاء الله الله اكبر. انتوا يعني الله اكبر اكتر من ملايين كتير جدا. فارجع واقول لك ايه موضوع الغنى؟ يعني بس هي النار كده عاليه. النار هوطي لك النار. لا لا عشان لا اعرف الميه غلت ولا اهو كانت على 9 خدت على 6؟ خليها عالية عشان اعرف ايه. طيب اهي هي كده عالية. تمام. قولي لي بقى ايه موضوع الغنى؟ يعني طب بتحب تغني لمين؟ لمين؟ في ام كلثوم. ام كلثوم. فايزة احمد. في الجديد. في يعني طيب خلينا كلام. في الوردة. وردة، ام كلثوم، فايزة احمد. مين تاني؟ يعني شادية. شادية تمام. مين تاني؟ عبد الحليم ممكن. طب انت شايفه نفسك وانت بتغني اكتر حاجه حلوه منك لمين؟ لا ما بعرفش يعني. هو يعني مخطئ اللي يقول انا بعرف اقيم نفسي. انا ما بعرفش اقيم نفسي. بصي بقى يا ست صلي على النبي، انا عايز منك اغنيه صغيره قوي لمصر، لحبايبك شعب مصر. فكري فيها. والاذان على وشك يا شفيق صح؟ حلو قوي. فاحنا مش هنغني على قبل الاذان، هنخلي الاذان نطلع فاصل والاذان يجي تمام التمام. بعد الفاصل تكوني حضرتي اغنيه حلوه لبلدنا العظيمه ولشعب مصر. وانتوا بتوع اسماعيليه يعني قلب، يعني اقول لكم ايه، انتوا المسكين البلد بالعربي كده بادبكم وجدعنتكم. هنفكر نفكري انت لوحدك في الفاصل ونرجع بعد الفاصل نغني. ايه رايك؟ ماشي الكلام؟ انا سيبك اهو عشان اجيب لك كوبايه ينسون وبتاع وشغل النجوم. ماشي الكلام؟ صح ولا ايه رايك؟ صح. نجيب لها كوبايه ينسون وبتاع. لما تغني الاول. هتغني باليانسون. ان عجبنا هنشربه. خلاص انا موافق على كلامك، ولكن انا هقف عند الجزئيه دي لان طبعا الساعه دلوقتي خلاص داخل الاذان. ايه؟ بقول لها ماشي يا وفاء. ماشي يا وفاء ده مش هسيبك. احنا مش شغالين ساعه، انا رايحه اسكندريه وهي رايحه اسماعيليه. اه هتبيعني هي تمشي. لا ما تقدرش تبيعك، ده احنا نشتكي بالغالي. لا تروح. لا هي هتروح اسكندريه. انا هي هتروح اسكندريه؟ اه ان شاء الله. عندي مشوار كده بسيط. طب خلاص اسكندريه وراجع. المشوار ده بعد الفاصل للاذان. اتفضل يا استاذ اطلع فاصل. خلص الاذان ثم الفاصل.
اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه ومع اصدقاء البرنامج. عيد ثاني اساميهم وفاء الفريق الازرق وكمان امينه الفريق الاصفر وصديقه البرنامج. لو انتم فاكرين من حوالي اسبوع طلبت على الهوا ان هي تيجي تاكل من ايدي وانا قبلت الدعوه طبعا وتشرفني النهارده الاستاذه الكريمه وصديقه البرنامج درهان. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. انت منوره الدنيا ومنوره البرنامج وطلبتينا من حوالي اسبوع وكنت مبسوطه جدا بالحلقه بتاعت اصدقائنا. كمان اتفضلي. اتفضل. كمان انا سعيده جدا وانا قاعده سامعاك الجمله اللي قلت لك ذوي القدرات الخاصه. سعيده قوي انك استعملتها. انا ما بقولش غيرها على فكره. واثق انها هيبقى ليها صدى كبير عن طريقك. ان شاء الله انتوا فعلا ذوي القدرات الخاصه وانت كمان ذوي القدرات الخاصه. انتوا احسن من اي حد في الدنيا. انتوا منورين النهارده. وفي كمان عندنا سنتين بطاطس جوه في الفرن مستنيهم وفي رز. اوعى تسرحي مني اللي في بالي سامعاني. ايوه انتي. امين. ماشي. وفي رز بالشعريه هنغديكي ولكن انت طلبتي ان انا اغديكي بايديا وانا بالفعل هعمل لك طريقه لحمه بتلو خفيفه كده بالمشروم والكريمه وانا هاكلكم انتوا الثلاثه. وانت كمان طبعا قولنا عشان انت الاكل على شرف حضرتك. مرسي. وكمان اصدقائي واخواتي هاكلهم وانتوا كمان هم ياكلوني البطاطس والشعريه. ولكن قبل الفاصل كان معانا صديقتنا واختنا كمان امينه كانت هتغني لنا اغنيه وانت قلتي لي انا عايزه اقدمها عشان انا عندي تدقيقات الاذاعه. خدي فرصتك مع الكاميرا وتفضلي كلمي كل الجمهور وقدمي اختك باغنيتها وتفضل وانا هطبخ بقى مع نفسي. يلا. امينه صوتها حلو جدا انا سمعتها وشايفه الاول. سلمي على الناس. كتقديمه سلمي على الناس. يلا. اوكي. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير وجمعه مباركه ان شاء الله على الناس كلها وربنا يتقبل الصلاه مننا كلها ويتقبل مننا صالح الاعمال يا رب يا رب. انا عايزه اقدم امينه صوتها حلو جدا وانا سمعته وبهرني جدا. عايزك اعرف هتغني لنا ايه يا امينه؟ هي اغنيه لشاديه قولوا لعين الشمس ما تحماش. قولوا لعين الشمس ما تحماش. بتحبيها؟ هي من الاغاني اللي بتحضرني وبتغنيها دايما. طب سمعينا بقى. قولوا لعين الشمس ما تحماش احسن حبيب القلب صباح ماشي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيبي القلب صباح ماشي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيبي حبيبي ده اللي صبح ماشي. يا حمام يا حمام طير قبله قوام. يا حمام خليله. يا حمام الشمس حرير. يا حمام يا حمام يا حمام طير قبله قوام. يا حمام خليله. يا حمام الشمس حرير. يا حمام ويا ناس لو غاب يا ناس خلوه يبعت لي سلام. ويا ناس لو غاب يا ناس خلوه يبعت لي سلام. دي الاه بقولها وهو ما يدراشي وفي بعضه طعم الدنيا ما يحلاشي. دي الاه بقولها وهو ما يدراشي وفي بعضه طعم الدنيا ما يحلاشي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيبي حبيبي ده اللي صبح ماشي. الله.
في ماده اللي حاببها اقرا. الله الله الله، عايز اقول لكم حاببها اقرا ولا حاجه؟ ده ايه الجمال ده؟ يعني انا عايز اقول ان انا بقالي زمان ما شاء الله عليك. يعني انت خدت بالك ايه اللي حصل؟ ده اول مره بتحصل في حياتنا ان زمايل المصورين والكرو اللي واقفين ورا الكاميرات كلهم لوحدهم سقفوا. والله ما حصلت، مهما كان حصل والله اول مره اشوفها. وطبعا انت تسقف لك بجد، وانا مبسوط جدا من صوتك لانك انت بتغني الاغنيه باحساس عالي جدا. و لو انا بقالي فتره طويله جدا فعلا ما غنيتش، ما فعشان كده زروني. حضرت لك كوبايه اليانسون بس صاحبتك قالت لما تغني الاول. زروني لو طب خليها تعمل يعني. قالت لك لا لما تغني، لو ما غنيتش كويس ما نعملش يانسون. صح؟ صوتها جميل ما شاء الله. انا سمعتها وانا جايه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يا رب كده دايما يزيدك من نعيم الله ومستقبل جميل، ودايما نفتخر بحضرتك وكل اخواتنا وحبايبنا اللي هم عندهم بجد قدرات عاليه جدا زي حضرتك. طيب خليني بقى ارجع لنورهان. نورهان نعم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منوراني ومشرفه على التلفزيون النهار كله. ميرسي. وانا من نوع ان انا يعني انا ما كنتش شفتك قبل كده طبعا. انا على فكره عشان انت ريحه. لا ده لسه هطبخ زي ما انت اتفقنا، وانا قلت لك هطبخ لي طبخه على السريع. اوكي. عشان خاطر تدوقي طبعا الاكل زي ما انت أوكي. عايزه. انا بعتذر لك عشان انت ما بتطبخش يوم الجمعه. لا يا حبيبتي اطبخ لك على عينيا وعلى كل اي حد يطلب مني اي شيء. انا زي ما كالعاده اللي بقول لحضراتكم انا تحت امر حضراتكم في اي شيء. الجمعه خميس سبت انا ما بيشغلنيش، دي شغلتي. وانا زي ما بقول ما دام لبست الجاكيت ده يبقى انا شغال عند حضراتكم بلي تحبوه. اطبخ قولوا لي مثلا تعالى ما تطبخش، هاجي ما تطبخش، انا تحت امركم. خليني بقى ارجع لك واتعرف عليك اكتر. أوكي. عشان انا النهارده اول مره اشوفك للامانه. اتفضل. واتشرف طبعا بوجودك معايا في برنامجي المتواضع. اتفضل. وكمان الساده المشاهدين عايزين يعرفوا مين نورهان. اتفضل. اتفضلي انت قولي لي انت مين، عرفيني على نفسك. انا نورهان ليا هوايات كتير قوي. قولي لي بقى. بحب القرايه. جميل. بحب الالوان لانها بتتكلم عن الطبيعه، والالوان لغه لوحدها طبعا، والورد لغه برضه طبعا طبعا. يا ريت بقى كل واحد بقى يجيب لمراته ورد بقى بالمره النهارده الجمعه كل سنه. طبعا. وكم من كام يوم عيد الحب، راجع من صلاه الجمعه كده بوكي ورد. ما تدعيش عليا لو جبته. لا 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 بالعكس، قولي مش هجيب بوكي ورد مني انا بقى، هات حزبتين جرجير يعني يمشي الحال برضه. اي حاجه تمشي في الاكل يعني. بلاش بلاش ورد. طبعا يبقى تكلفته اي هديه بسيطه جدا. الورد ده مش غالي. الورد ابسط تكلفه ما هياش بالرقم. مش شرط تجيب بوكي ورد غالي او اي كان، الموضوع ابسط الامور. الالوان لغه. الالوان لغه. تمام. انت بقى مهاراتك ايه قولي لي. بحب برضه من مهاراتي انا اكتر حاجه بحبها الاذاعه. الاذاعه. تحبي تذيعي حاجه؟ زي ايه مثلا؟ يعني انا ليا صفحتي على الفيسبوك باسمي نورهان علاء الدين. نهار اسمك ايه؟ نعم نورهان علاء. نورهان علاء الدين. جميل ماشي. عليها سوري بوكي ورد ابيض عشان انا بحب الورد. الورد بالذات الابيض. رمز الطيبه والسلام. جميل. كمان من حب الاذاعه مثلا حسيت ان انا بحبها من اول وانا عندي 6 سنين وانا بسعى في المجال ده اساسا. حلو. بس يعني عملت لما عملت تسعي في مجال ايه؟ وضحي لي اكتر، انا عايز اسمع منك كل حاجه انت عايز تقوليها. اشتركت في مسابقه ملكات جمال مصر. ما شاء الله. بتاعت كتفة شرف. ما شاء الله. عملت كل الاختبارات وكل حاجه بس اتاخرت 10 دقايق. عجبوا بشخصيتي مثلا وبثقافتي طلعوني كتفة شرف. ايوه. بتاعت كتفة شرف. دي حاجه جميله. ايوه. طلعت برضو في برامج كتير قبل كده بس انا يعني. انت بتحب الرسم، بتحب الغنى، بتحب الرقص، بتحبي ايه بالظبط في حياتك؟ ايه اللي بتحبيه؟ اكتر حاجه بحبها الاذاعه. الاذاعه. طيب انا عايز اديكي فرصه. اوكي. لطيفه. انت معاكي الكاميرا المنوره احمر دي. عايزك تزيي حاجه لبلدك. حاجه تخص جيش مصر، حاجه تخص شعب مصر، حاجه كده حلوه منك. في خلال اقل من دقيقه اديني تعبيرك بوطنيتك، اديني تعبيرك بادائك على الكاميرا عشان يوصل لكل الجمهور زي ما انت عايز توصليه على ما اظن انت ومامتك. فطبعا الموضوع يكون واضح. مامتك معاها على التليفون بس انا هخليها لحظه بس يا شفيق لحد ما نورهان تاخد فرصتها. الكاميرا بتنور قدامك. طب انا هطلب منك حاجه ممكن أمريني. بلاش اصرف في حاجه انا عايزه اتكلم عنها. طيب ايه يا حبيبتي؟ حاجه عايزه اتكلم عنها. طيب اوكي. بص ايه قولي لي. تخص الشباب الجيل اللي انا منه. طب يلا يلا اتفضلي اتفضلي. على فكره انا عندي 18 سنه يعني من الجيل اللي هو دلوقتي بس في لغه شباب شارده قوي او كتيره قوي في البلد اللي هي يا معلم ويا نجم. لغه الشباب هي لذيذه. ايوه. بس كترها بيبقى وحش لدرجه انك ممكن تنسى مثلا انك تقول لحد كبير حضرتك او بعد اذنك. أيوة. ومثلا يا نجم تعالى بعد اذنك عايز اقول لك حاجه. يا برنس. هي حلوه قوي بس يعني كترها زياده مش حلوه. انا متهيألي ان احنا المفروض ان احنا جيل يعني لما حد يقول مثلا يا بوبي انت كنت بتعمل ايه في شبابك لما احنا نكبر طبعا
والله كنت بحترم الاكبر مني، كنت بعمل، كنت بسوي. يبقى ليك حاجه، يبقى ليك هدف في الحياه. انا شايفه ان احنا جيل متكاسلين قوي في اتجاه الهدف شويه، يعني رامينها شويه على اهلنا، على الظروف، على البلد. لا اسعى. وشايفه ان الجيل بتاعي كلهم عايزين يشتغلوا مديرين. لا اشتغل موظف مفيش مشكله، وهتبقى مدير بعد كده. عشان انت عمرك ما هتدي حاجه ومش هتديك، عمرك ما هتأتي حاجه عمرها ما مش هتديلك. اي حاجه هتديها هتديك، اي حاجه تجتهد فيها كمان هتعمل لك شيء انت عايزه. اي حاجه، كلنا بنتعب، كلنا بنشقى، وعمرك ما تسمع كلام واحد صاحبك انت عارف متاكد انه مش هيفيدك. باتجاه مثلا اي حد دلوقتي ما بيشربش سجاير، ان احنا نسبتنا في السجاير مثلا مكتوبه على علبه السجاير علامه ان التدخين يسبب مرض، ربنا يعافينا كلنا. وبرده كل الناس بتشربها، او خليني اصدق جيلي اكتر بيشرب. في ناس بتقول ان بيشرب السيجاره ما بيبقاش يعني رجل او كذا. السيجاره مش رمز الرجوله، يعني لو انت اثبتت اللي حواليك ولصاحبك اللي هو بيقول لك اشرب السيجاره ما تخليش مامي، هي مامي لسه بتسمع، انت لسه بتسمع كلام مامي؟ لا ما تقولوش كده، قول له ان انت راجل، انت ارادتك في حاجه اسمها اراده، لا خلي عندك اراده انك تقدر تقول لا. لان ارادتك انك تقدر تقول لا، في كام واحد بيشرب سجاير؟ في كام واحد ما بيشربش سجاير؟ خليك اقوى من اي شيء على الارض. جميل الكلام. ما تخليش غريزتك تتحكم فيك، ان احنا مش حيوانات. سواء في اي حاجه، في سلوكيات، اللي تحس اللي قلبك يحس بيه نفذه، واللي فطرتك اللي تحس ان هو اتجاه فطرتك وان انت مستريح له اعمله. لو حسيت ان انت حاجه محتار فيها هقول لك على حاجه انا شخصيا بعملها. انا بغمض عيني واسمع كلام اللي قدامي، لو لقيت قلبي مرتاح لكلام اللي قدامي بنفذه، لو لقيت قلبي مش مرتاح ما بنفذوش. ده الاحساس اللي احنا كلنا ماشيين بيه، والعقل اللي ربنا ميزنا بيه عن الحيوانات. شكرا. شكرا جدا لكلامك الجميل، بشكرك، كلام رائع، وطالع مع كمان الطبق الاخير اللي انا عملته لحضراتكم وحضرتك طبعا بالاخص، لانك انت مشرفانا النهارده، والطبق معمول على اسمك، واتمنى الطبق تعجبك ويبقى طعمه حلو. هرجع للجملتين اللي انت كنت بتتكلمي فيهم من شويه. كلام رائع جدا يواجه كل الشباب، ومش بس الشباب ده كمان الاكبر من جيل حضرتك. خليني اقول ان احنا فعلا محتاجين نسمع راي بعض، محتاجين نسمع كلام بعض، وده شيء عظيم، وده اكيد لطيف جدا، وواجب على كل شاب ان يتكلم مع اخوه ويوضح له. انا مبسوط جدا، معلش عشان بس مامتك معانا على التليفون وبقالها كتير، معلش يا شفيق. انا اسف. اتفضل. ثانيه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيكي. ازيك استاذ علاء؟ اهلا بيكي يا فندم، اخبارك انت ايه؟ هذا الشبل من ذاك الاسد، يعني ربنا يخليك يا فندم، من ذوقك. كلك اخلاق يا استاذ علاء. الله يخليك يا فندم. وانت كمان يا مامي، وحشاني يا مامي. وانت يا حبيبه قلبي، وحشاني. وانت كمان خليني ارد عليك، وانت من اوائل الناس اللي برد على حد، يعني مهما يقول لي كلام حلو بقول له كلام احلى. انت كمان انا شفت حضرتك من شويه، انسانه محترمه جدا. كمان تربيتك واخلاق حضرتك باينه في وش نورهان، فبشكرك لتربيه نورهان دي قبل اي شيء. فطبعا اكيد ده حاجه لازم تشكر عليها، ولازم كمان نسمع منك اخبار نورهان معاكي ايه. اتفضلي. نورهان من وهي صغيره بنت جميله ومؤدبه واخلاق وطيوبه جدا، وعندها يعني موهبه ان هي كمل هنا تظهر، او اللي حواليها كلهم يعني يهتموا بيها، يحبوها في النادي، في المدرسه، في كل مكان. عندها الحضور، ومشيت وراها ان هي صغيره، واحده واحده كده لقيتها نفسها قوي تبقى مذيعه. يا ريت حضرتك تساعدها استاذ علاء، او اي حد يقدر يساعدها. أيوة. يكون سامعها، واكيد واضح جدا ان عندها الموهبه والحضور. ما شاء الله باين جدا الحضور بتاعها، الله اكبر عليها، ما شاء الله. اي حد محترم يقدر يساعد في الموضوع ده يتبناها، لان انا تعبت جدا معاها طبعا في مشوار العلاج، وبرده هي طموحه. لو مش عندها الموهبه انا مش هاجي لغايه مدينه الانتاج الاعلامي النهارده. أيوة. ونشكرك جدا على حلقتك، والناس اللي كانوا معاك، والاراده. ويا ريت كل يعني الناس كلها تقول ذوي القدرات الخاصه، لان عندهم قدرات ونفسها. أيوة. تتكلم بالفعل. بالفعل هم فعلا ذو القدرات الخاصه، تتكلم عندهم. بيبقى عندهم مواهب وقدرات. طبعا اهو احنا شايفين وسامعين. تعمل محطه، او يعني في تتكلم في اي قناه، انها تتكلم عن ذوي القدرات الخاصه، وهي ما شاء الله عندها الحضور وعندها الاحساس بيهم. تمام تمام، كلامك جميل جدا، بشكرك جدا. سويني وبشكر اتصالك. بشكرك، خلينا كمل بس اشكرها الاول. بشكرك جدا على كلامك الجميل، وان شاء الله نورهان تبقى افضل مذيعه في الدنيا، وافضل بنوته قمر بالشكل ده. اتفضلي. انا عايزه اقول لك ان انا عامله صفحتي باسمي،
لو حد عنده مشكله بحلها له، بتكلم بلغه الشباب. مشاكل انا شايفاها في البلد بناقشها، مثلا بلاقي صدى كبير، بس ماما لما نبقى في البيت مثلا وفي مشكله تقول لي ها يا سحر الكلام، سحر الكلام هنعمل ايه؟ انا دلوقتي بقيت باسمي نورهان علاء الدين، هنعمل ايه يا نورهان؟ ها قولي لنا، قولي لي الافكار، قولي لي. طلعت عينها لما كنت عايزه ابقى مذيعه، قلت لها يا ماما مش مقتنعه ان انا عايزه ابقى مذيعه، قعدتها على الكرسي وعملت معاها فيديوهات كتير قوي ما شاء الله، قررتها. سامحيني. الله اكبر عليكي ما شاء الله، بنشكرك على كلامك جميل. قولي لي بقى، دوقي بقى الاكل بقى ده كده، اتفضلي يا ستي دوق الاول قبل اصدقائنا واخواتنا وفاء وامينه يدوقوا، انتوا كمان عايزكم تدوقوا عشان انا اللي جاي هدوق. تعالي كده ممكن لو سمحتي، اتفضلي زي ما انت. ايوه على مهلك. هو في حاجه انا عايزه ارد عليها؟ اتفضلي يا حبيبتي. تضامنا مع نورهان. ايوه اللي وصلنا كمان، يعني مش عايزه اقول يعني الاغاني اللي بنسمعها اليومين دول، كمان الافلام، احنا يعني مش عارفه ابتدينا نصور ان نعرض اسوأ ما فينا وبنسيب احسن ما فينا. جميل. في المجتمع. ايوه. ودي حاجه برضو ناس كتير جدا اتكلمت عنها. بالفعل ان في ناس كتير جدا تحب تشوف افلام تكون بتعبر عن الحلو اكتر ما هو الوحش، ولكن ناس تانية بتقول احنا خلينا نظهر الوحش او يظهر الحاجات اللي بتطلع لعرف ان احنا نعكس الآية او نعكس المنظر العام، فده طبعا اكيد ثقافه. الاغاني الشعبيه كمان يعني بقت زياده. انا هقول لك حاجه، انا بتكلم في دي كمان، هنا بقت بطريقه مش كويسه، حتى أيوه. الكلام نفسه مش عايزه اقول ان هو كلام منحدر. ايوه هو كده فعلا. هو انا معاكم، وانا شخصيا يعني انا ما بحبش فكره الاغاني الهابطه. احنا بندمر الجيل اللي تحتينا، دي الاوحش. دي فعلا دي الاوحش. احنا على فكره في دول تانية بتلعب على الثقافه، عامل الثقافه عندنا هيتدمر. أيوة. الجيل اللي تحت مننا هيتدمر. انا بشوف عيل صغير ماشي كده يقول لي مثلا هوريكي حاجه هنا، الاقيه بيرقص وبيقول كلام غريب، كلام رديء، ما تسمعش. ما عنديش مشكله ان هو يسمع الكلام ده ويبقى بس ما يستناش، بس ما يبقاش هو محور اساسه. أيوة. يعني انا بسمع الكلام ده، وساعات لما عاوز اعمل فيديو مثلا على الشباب مضطره ان انا اسمع الكلام عشان اناقشه، بس ما يبقاش ده محوري. اوكي خليك ملم بثقافتك وخليك شاب، وانا بحترم الشاب جدا، بس الجيل اللي قبل كام سنه؟ 18 سنه. ده بيبان عليك الجيل ما شاء الله عليك. الجيل اللي تحت اللي قبليك، قصدي اللي بعديك سوري، احسن شويه من ثقافيا احسن. لو قعدت مع بابا هيقول لك انا اغنيه برجع لزمان. ارجع لزمان. لو طب اسمحيني معلش، لو حبيت تقرا في كتاب، لو سالت بابا مثلا هيقول لك انا، يقول له يا بابا انت زمان وانت صغير كنت بتعمل، يقول لك يا ابني احنا ما كانش على ان التلفزيون والكلام بتاعك ده. ايوه قبل فضيله. ايوه طبعا قبل فضيله طبعا. عندكم حاجات واحنا كمان عندنا ماما نجوى. ماما نجوى والحاجات الحلوه دي طبعا اكيد. انا كمان على فكره بتفرج عليها جدا، لانها بتلم العيله فعلا. احنا ما بقيناش بنلم بعض بسبب الانترنت وبسبب الحاجات دي. ركز مع عيلتك، ركز مع عيلتك، ولما تلاقي نفسك محتار في حاجه، انا والدتي صديقه ليا جدا والله العظيم، احنا انتيم جدا. لا خلي حد من اهلك صديق ليك عشان مش هيضر. قرب حد ليك. تمام كلام جميل. انا عايزك تدوقي الاكل قبل ما نطلع اكلكم الفرن. اتفضلي تعالي لي عشان تدوقي. انا عملت لحمه كده بالمشروم، ادي شوكتي جهزت. اتفضلي وقالي الطبع اهو اهو. اتفضلي هنا. ايوه دوقي. وتعالي حضرتك انت كمان، اتفضلي اختي، اتفضلي. انا عايزك انت كمان تدوقي. ادي الشوكه. اتفضلي. لا ما مش هتنزل على البرتقال ما تخافش. طب خلينا نعمل كده، انا ادوق حضرتك. اتفضلي الشوكه دي، اتفضلي اهي، ما تخافيش مش هاكلك بايد، خافيش عشان العريس. انا عارف الشوكه فيها المشروم وفيها اللحمه. دوقي كده اول ما اطلع الفرن، عشان خلاص حلقتنا خلصت. عايزين نشوف اخبار اخواتنا عملوا لنا اكل ايه، حتى لو ما كناش بس نشوف. وانا زي ما اتفقنا هاخد الاكل لما اروح، فده قشطه يعني. الله ينور عليك. لا تستنى ايد حضرتك. الله ينور عليك بامانه، ما تجاملنيش الشيخ. لا عايزين الطريقه جميله قوي. الله ينور عليك بجد. لا جميله بالهنا والشفا يا حبيبي. يا ام محمود. الو. ايوه كده عليك. ايه رايك في اللمه دي يا ام محمود؟ ما شاء الله اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. عايز اقول لك ان الكلام باين واللمه احلى من الاكل. الله يخليك يا ام محمود، وبشكرك لكلامك الحلو. انت رايك ايه في حبايبنا النهارده؟ زي الفل. انا ده انا حسيت بفشل والله. حسيت بايه؟ بالفشل. لا ما تقوليش كده. ليه؟ عارف ليه حضرتك؟ ليه؟ عشان انا عندي بنت كفيفه ما شاء الله، عروسه، ومش عارف اعلمها لغايه دلوقتي. الله اكبر. انا عايزه ارد ممكن؟ اتفضلي. طب اسمعي كلام، اسمعي كلام اختي وفاء. اشوفها فين تعلم بنتي؟ اهو انا هقول لك. بنتك هتعلميها لو انت كان عندك، لو عندك ثقه فيها هتعرفي تعلميها.
انا عايزه، انا مش عارفه امسكها السكينه. ما هي هي كده مشكله حضرتك. هي المساله بالراحه بسيطه جدا، باختصار وفي كلمتين يعني. خديها واحده واحده، اعملي لها برنامج بسيط. يعني في مثلا اصناف ممكن ابدا بيها بتتعمل على البيت، اصناف حلوه مثلا، حبه حبه كده ادرج معاها واعرفها المطبخ وتلمس كل حاجه بالراحه. انا مش عارفه امسكها السكينه لغايه دلوقتي. ده حضرتك محتاجه حضرتك بتعرفي تمسكي السكينه كويس اساسا؟ مش قصدي يعني طبعا. لو يعني هو الواحد لما بيبقى واثق قوي وعنده ايمان باللي قدامه. دي ابلة منى سعيد اللي اتكلمت في اول الحلقه. طب انا عايزه حد يعلمها الله يكرمك. مفيش احسن من الام. انا والدتي كانت. طب اديني حضرتك، اديني رقمك حتى. طب انا ممكن حضرتك تاخدي رقمي من الاعداد وانا هقول لك بالظبط. انا عندي فكره برنامج تعليمي. طب رقمك واديني ارشاداتك. عندي فكره برنامج تعليمي ازاي واحده ام مبصره تعلم بنتها الكفيفه، وكمان انا ككفيفه ازاي اعلم زميلتي اللي زيي. يا ريت الله يكرمك. اديني رقمك ان شاء الله. يعني هتبقى استاذه في 3 4 شهور. بس اهم حاجه حضرتك تساعدينا. طب ما تخافيش. رقم حضرتك رقم في ان شاء الله في الكنترول باذن الله. في الكنترول يا شفيق. مظبوط. ان شاء الله حضرتك هتبقي يعني، بس اهم حاجه تكوني مطمنه ومش قلقانه وما تخافيش عليها الخوف. انا مبسوطه جدا انك اتكلمتي، لان في امهات، انا في بنوته قالت لي قبل ما تروحي يا مس لو سمحتي انا هخلي ماما تتفرج عشان ماما انا غلبت معاها مش عايزه تدخلني المطبخ. فده حاجه مش حلوه طبعا. هي البنت بتشتكي لي. قلت لها لا ان شاء الله بعد الحلقه مامتك هتدخلك كل حاجه بالترتيب وبخطوات علميه بسيطه جدا كده. هي مش اختراع على فكره ولا كيمياء ولا هو معمل كيمياء ولا حاجه. المساله ابسط مما حد يتخيل. مجرد احساس وثقه وايمان بقدرات الانسان اللي قدامي. بعد الكلام ده اكيد مفيش كلام تاني. انت عايز نقف فين يا شفيق؟ هنا ولا فين؟ ممكن تجي مكان الكوتشين. خليكوا زي انا عايز اقف جنبكم وحواليكم بس. زي ما انتم، بس زي ما انتم كده. انا كده كويس؟ كده كويس قوي. انا بعد الكلام ده ما اقدرش اتكلم كلام تاني. بعد ما وفاء قالت الكلام الحلو، الموضوع محتاج سنس، حس بالشيء اللي عايز تعمله. زي ما انتم شايفين طبقين الرز دول، والله والله في بنات وستات بيوت وبيشوفوا كويس جدا اكتر مني انا شخصيا واكتر من اي حد في الدنيا. قسم بالله ما يطلع طبق الرز ده. مش هقول لكم صينيه البطاطس بقى اللي شكلها يفتح النفس ويفرح اي حد متضايق، ولو حد يعني شبعان هياكل من الاكل الحلو ده. بصوا المنظر عامل ازاي. طب والله الاكل ده احسن من الاكل اللي انا عامله. باين باين قدامكم. بصوا انا عامل ايه. الطبق اللي انا عامله حبه صوص على بتاع، ما شكله باين. بس شوف شكل الفراخ. بص يا شفيق منظر الفراخ، وبص صلصه الطماطم والموضوع وحبه الرز. انا هوريكم بحركه عشوائيه معلش. تعالى يا شفيق، ده الرز اللي انا اتعلمته من امي. قال لك تفرده وتلمه. بص يا شفيق معلش انا اسف، بس اللي عملت كده بايدي. بالظبط انا اسف اللي عملت كده بايدي، بس ده تعبير مهني شويه وتعبير. انا لو عملت المعلقه مش هيبان انا عايز ايه. شايف الرز عامل ازاي؟ شايف الناحيه الثانيه الرز عامل ازاي؟ البطاطس ده اكيد اقل حاجه عملوها، وعشان وقت البرنامج فاحنا انجزنا وطلعنا طبقين فقط لا غير. خلينا نتكلم وندي كل واحد حقه. هما الاثنين افضل من بعض. هما الاثنين عملوا يعني طريقه اكل والنظافه. بص يا شفيق المنظر عامل ازاي؟ والله العظيم ما حد ساعدهم في شيء. وعلى فكره هم زعلانين مني الاثنين من اول ما جم، لانه يقولوا بقطع لهم بطاطس وبقطع لهم مش عارف ايه. ليه قطعت؟ كنت زعلانه. انا كنت زعلانه فعلا. أهو. كنت زعلانه. كانوا زعلانين جدا، وانا والله العظيم بقطع حتى لكل اصدقاء البرنامج اللي بيجوا. لو انتوا تاخدوا بالكم ان انا بسهل، عايز اسهل الامور، مش عايز بس اريسك او اخش في مغامره سكينه حاميه تعور حد لا قدر الله. حاجه ده مقصود حتى لاخواتنا اللي هم بيجوا حتى المسابقات العاديه. فزعلوا مني قالوا لي لا يا شيف احنا كنا عايزين فرخه كامله وعايزين البطاطس كامله والبصل كامل والطماطم كامله. فانا بعتذر لكم ان انا عملت كده. هنطبخ يعني نحط حاجه على حاجه. جمله بس صغيره بالزبط. عايز اقولها فضلي. انا وامينه مش ظاهره، احنا اقل زمايلنا قدرات. أقل والله والله قدرات. اقل زمايلنا قدرات. في اقوى. لا ده في حاجات انا يعني في ليا زمايل. انا احترت لما قالوا حد من زمايلي يجي معايا، بقيت اخد فلانه ولا فلانه ولا ما شاء الله. كلهم احسن من بعض. خدت العروسه بقى. العروسه الحلوه دي نبارك لها طبعا ان خلاص على وش الجواز ما شاء الله. ام صوت حلو واموره ما شاء الله عليك. الله اكبر. كنت بقول لك انا بعكسك ان انت اختي. اه فكريني كده عشان خاطر العريس اللي احسن يداء مني. لا هو هيضربني عشان لا ما يقدرش يضربك. ده اخونا اخونا ويرجع بالسلامه ان شاء الله. واسمه ايه؟ اسمه محمود. عشان نبارك له. محمود ايه؟ ايه؟ محمود ايه؟ لا هو ما خلاص محمود بس انا مش هتكلم اكتر من كده. الف مبروك عليك يا محمود. طبعا انا هستأذنك جمله اخيره. اتفضلي. انا عجبني قوي الجمله اللي حضرتك قلتيها ان انتوا اقل منكم. اي حد من ذوي القدرات الخاصه فعلا عنده قدرات، ولو حطيت العدسه عليهم او بينتهم هتحتار تبين مين ولا مين.
عشان كده انا من نفسي ان انا اعمل برنامج اتكلم عن حاجات كتير قوي عن الناس برضو الكويسه شاء الله. بس اتكلم عن ذوي القدرات الخاصه عشان هم فئه كبيره قوي وهم برضو هيقدروا يعملوا ابتكارات وحاجات كتير قوي كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الرحمن. دورنا احنا كمان كتلفزيون النهارده وكل الاعلاميين اللي موجودين نتمنى بوجه رساله لكل زمايلي من خلال البرنامج. وانا ما حصلش قبل كده ان اوجه رساله على فكره لكل زمايلي الاعلاميين، اكيد شرف ليا واكيد كل حد منهم لو اتفرج عليا او هيسمع اللي هقوله. يا اخوانا دورنا لازم نحاول، انا بتاع اكل في الاول في الاخر ما اقدرش احط نفسي جنب حضراتكم، اكيد انتوا افضل وانتوا اقوى مني، ولكن اتمنى اخوك الصغير يطلب من حضراتكم طلب على الهواء مباشره يوم الجمعه النهارده. لازم كلنا نكون ايد مع بعض ونحاول نظهر كل اخواتنا. هقول تاني ذوي القدرات الخاصه هم اللي حقنا لازم نبص نجيبهم ونستضيفهم في برامجنا ونروح لحد عندهم. وانا كمان اتمنى اكون شريك مع حضراتكم حتى لو مش عندي من النهار باي قناه تانية، انا اكون مع حضراتكم ودي حاجه تشرفني عشان اخواتنا يظهروا بشكل كويس جدا ونظهر دايما الحاجات الحلوه والحاجات الجميله من اخواتنا المصريين، ودي حاجه تشرف البلد وتشرفنا كلنا. مش شرط كل حد بنطلعه يكون صايع او حرامي او هجام او سرق او قتل او راح، مش هو ده المقصود اللي احنا نظهره اكتر، ومش هو ده المقصود ان انا اطلع واحد عمه فلان صنع ايه، لا خالص. الدنيا حلوة. لازم نطلع كمان ستات البيوت المشرفة، البنات الأمامير الجميلة دي، كل الناس دي كلهم لازم نطلعهم ونظهرهم لأن هم المجتمع وإحنا وراهم. بشكركم جدا لحلقتنا النهاردة، ويا رب دايما نكون مع حضراتكم بكل خير. مفيش وقت أصلا إن أنا أقدر آكل لأن نورهان أنا آسف جدا أخرت عليك الوقفة، بعتذر لك إن أنا موقفك كتير. لا 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 معلش مفيش حاجة، آسف والله يبقى أكتر من كده. لا يا حبيبتي ربنا يخليك، أنا بشكرك لوجودك معايا وأتمنى يكون الأكل عجبك وأنا عارفة تغذيتك وحشة بس لما أمشيها. بشكركم طبعا اخواتي وفاء وكمان امينه، انتوا الاثنين رقم واحد دايما، انتوا الاثنين مركز اول دايما، انتوا الاثنين اكبر الجوائز دايما. بشكركم لبرنامج المتواضع بوجودكم معايا النهارده. دي كانت حلقتنا، اتمنى يا رب ان شاء الله تكون في حلقات اكتر واكتر لكل اخواتنا وكل حبايبنا. بشكركم، حلقه سعيده ويوم سعيد، السلام عليكم.